وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الختام أوصيكم أن نعمل بما أمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور وليد محمود محمد أبو جزر أبو سلام، عمري 3 سنوات.